كل الأهلوية الحقيقة الفرحة كبيرة جدا جدا امبارح. الناس ما كانتش ملحة تتابع هنا وتروح هنا ونفسها الحقيقة انها تحقق البطولتين، وقد كان. والأهلي الحقيقة عامل إنجاز زي ما قلت لكم، رافع راية مصر في كل مكان. يعني ده نموذج بسيط على منظومة يمكن تكون ملهاش مثيل، يعني مفيش فريق يقدر يحقق هذا الكم الكبير جدا من البطولات على مستوى القارة، مش بس بتكلم على المستوى المحلي. يمكن يكون في أندية أو فرق في مستوى العالم تقدر تحقق بطولات محلية في كل الرياضات، وإن كنت برضو أشك إنه ده ممكن يكون عدد قليل جدا، لكن على مستوى القارة تحقق بطولة قارية في الهاندبول، بطولة قارية في الفولي بول، وإن شاء الله بإذن الله بطولة قارية في كرة القدم. أعتقد ده نموذج بسيط جدا وحي جدا وبالغ جدا جدا في التعبير عن قدرات وإمكانيات ومكانة النادي الأهلي. مبروك مرة تانية لكل الأهلاوية، والفرحة كبيرة، وإن شاء الله بإذن الله معاكم دايما تكون الفرحة مستمرة عندنا.